تعرف يعني السمارت تاكسي؟ والله انا اعرف اوبر وكريم، بحكم تعاملنا في الشارع احنا عملنا كام وقفه. عملنا وقفه في مصطفى محمود يوم الخميس اللي فات ده، اللي قبل منه الساعه 6 مساء، وطالبنا ان شركه اوبر وكريم دي هتشتغل. هم بينافسونا، بس هم بينافسونا يعني مش في نفس المجال، لان انت ده شغال بعربيه ملاكي نمت زرقاء زي حضرتك زي كده، واحنا بالنسبه لنا يعني الدنيا واقفه معانا خالص. هم وكمان بيجيبوا كل يعني العيب عند سواقين التوكسه. سواقين التوكسه صوابعك مش زي بعضها، يعني خلينا نتكلم بالبلدي ان احنا سواقين التوكسه فيهم هيقابلك كل قاعده ولا شوها، زي هيقابلك سواقين مش كويسه، وهيقابلك سواق مش هيشغل لك العداد، وهيقابلك سواق مثلا اسلوبه مش كويس في التعامل. بس مش معنى كده ان احنا يعني خلاص البلد، احنا بصراحه مش لاقيين حقوقنا خالص في البلد. يعني احنا بالنسبه لنا، انا بندفع، انا كصاحب تاكسي انا بدفع 1200 جنيه ضرائب وتامينات بما يعادل 650 جنيه تامين مالك وتامين سواق، وبدفع حوالي 400 جنيه او 450 جنيه ضرائب، الضرائب العامه غير التراخيص غير المخالفات، غير ان انا رخصتي انا كراجل سواق تاكسي راكب اجره دي رخصه مهنيه بدفع عليها برضو ضرائب ومؤسسه، والمفروض اللي طالب بحقوقنا دي نقابه السواقين، النقابه اللي احنا بندفع لها كل سنه وما بناخدش منها ما بنستفدش منها حاجه. طب والسمارت تاكسي مش بيدفع كل ده؟ لا، سمارت تاكسي ده عربيه ملاكه حضرتك زي النمر الزرقاء دي، لو يقدر الاستاذ يجيب الكاميرا على النمر الزرقاء. احنا بالنسبه للتكاسي زي كده، يعني ده عربيه حتى العجل الابيض ده زي كده بينافسنا، ده عربيه ملاكه ما بتدفعش، بترخص كل 3 سنين حضرتك، دي بترخص كل 3 سنين، احنا بالنسبه لنا احنا بنرخص كل سنه، ندفع ضرائب وتامينات، رخصتنا مهنيه بندفع ضرائب وتامينات. اللي سايق العربيه الملاكي دوت وليكن زي حضرتك مثلا او زي اي حد، رخصه خاصه بيطلع رخصه كل 10 سنين. بالنسبه لي انا ما فيش مشكله، هم شغالين واحنا شغالين، بس احنا برضو عايزين حد يبص للتعريفه بتاعت التاكسي بتاعتنا عشان ما تبقاش في مشاكل كتير مع الزباين، لان الزباين التعريفه 2 جنيه ونص، كريم واوبر 5 جنيه تعريفه التاكسي. فالمفروض تعرفت التاكسي هنا تبقى زيه، هتلاقي مفيش مشاكل بين التاكسيات الابيض والزباين، كذا زبون يركب معايا يقول لي لو انت تبقى زيه تبقى كويس. حتى انا فكرت ان انا ابيع ده واجيب ملاكي واشتغل معاهم. طب اللي بيركب معاك وبيقول لك ان هو احسن بيشوف ايه؟ ايه المميزات اللي شايفها فيه؟ بيقول لك العربيه اخر موديل، موديل السنه، وبتجيلي لحد عندي، والعداد بالجي ار بي جي بي اس ده شغال بيه، فمن هنا للمطار من المتميز المطار. واحده ركبت معايا دلوقتي قالت لي العداد تكلفته كل التاكسي باللي راح باللي جه 110، لو انت رحتي تاكسي ابيض هيكلفك 130 جنيه. فبتقولي لا ده انا كده دي احسن لي. هم شغالين بنظام، هم عرفوا الكسور عند التاكسي الابيض فيه ايه، الشركه نفسها، واشتغلوا على الكسور اللي عند التاكسي الابيض. والله شايف الحل من الحكومه مش مننا احنا، احنا هنعمل، احنا عملنا مع يعني شايف ان هم مثلا يتوقفوا ولا يتساووا ولا تتساووا ببعض، يقننوا وضعهم، يرخصوا اجره، يدخلوا شركات سياحه، يبقى ما فيش مشاكل. انما انت ما تنافسنيش بعربيه ملاكي وانا تاكسي وانا بدفع ضرايب وبدفع تامينات والدوله بتحاسبني،